عدت تقريرا في هذا الإطار. بعدما رست مناقصة بواخر الكهرباء على شركتين، ما الذي يتوقعه اللبنانيون على صعيد التغذية الكهربائية هذا الصيف؟ صيف لبنان قد يكون أسوأ من شتائه في التقنين، معامل إنتاج الطاقة قديمة ومهددة بالتوقف فجأة عن العمل. وللبدء بتأهيل معملي الزوق والجي، الحكومة في سباق مع الوقت لاستئجار بواخر لتوليد الطاقة. إذا ما تم الاتخاذ القرار اليوم، في احتمال كتير كبير أنه ما نقدر نلحق الصيفية، ومعنى المشروع وقيمة المشروع بتضيع. أنا بدي البواخر لأول الصيفية تقدر اليوم حسن التغذية بالصيف اللي نحن فايتين عليه، واللي هو حيكون مأساة عظيمة. الشركتان كارادينيز التركية وولر مارين الأمريكية رسى عليهما خيار الاستشاري العالمي بويري واللجنة الوزارية، ولكن التفاوض مستمر معهما للحصول على سعر أوفر. بعد ما تخلص عملية التأهيل بيرجعوا الزوق والجية، بينجوا كهرباء أكتر، بصير فيني استغني عن البواخر، ومرجح أنه من بعد التأهيل ينجوا كهرباء ويعملوا تغذية أحسن من مكانه ومع البواخر. كلفة استئجار الكيلووات في الساعة منها هي أقل بكثير من توليده في المعامل اللبنانية، والتلزيم سواء رسى على شركة واحدة أو على الشركتين فهو يحتاج إلى قرار عاجل في مجلس الوزراء. إذا أنا بدي أرنا بينه وبين أعلى اثنين اللي هن صوروا بعلبك، يعني إذا بطفي صوروا بعلبك وبدور بواخر وبنتج نفس كمية الطاقة اللي كانوا ينجوها صوروا بعلبك، أنا بكون عم بوفر بحدود 85 ل 100 مليون دولار. هي بواخر صديقة للبيئة وأضرارها أقل بكثير من المعامل، ولكن إقامتها على شواطئنا لن تتعدى 5 سنوات هي مهلة تأهيل المعامل. وفي الموازاة تنكب وزارة الطاقة على تنفيذ خطتها لتوليد الطاقة. وحتى إشعار آخر، عجز الكهرباء سنويا هو 1.8 مليار دولار أمريكي. أعمدة التوتر العالي تخلق حالا من